14/3/2013. إغلاق المشفى الميداني في ريجستر الشغور الشرقي في قرية البشيرية، وهو المشفى الوحيد الذي يعالج فيه المدنيين العزل من جراء قصف العشوائي على ريف جسر الشغور. وقد تدمر المشفى بشكل كامل. تدمر المشفى الميداني في ريجستر الشغور الشرقي بشكل كامل بعد أن تعرض لقصف السيخوي وطائرات الميج بتاريخ 14/3/2013. إلى جميع المنظمات الدولية، ونناشد دول العالم، ونناشد جميع المنظمات الدولية ومن يعتني بالجرحى والمصابين، ونقول لهم هذا ما بقي من مشفانا وهو عبارة عن ركام. مشفى البشيرية الميداني تم إغلاقه بسبب تعرضه للدمار الكبير من جراء قصف طائرات الميج والسيخوي عليه بتاريخ 14/3/2013. هذه بقايا المشفى الميداني في ريف جسر الشغور الشرقي في قرية البشيرية بعد أن تعرض للقصف. هنا كان يعالج المدنيين العزل الذين يصابون قد قام النظام بما يحتاجه، وهو تدمير الملاذ الإنساني الوحيد الذي يقوم به الأطباء، وإصابة مجموعة من الأطباء والكادر والطاقم.